بالعودة مشاهدينا إلى دعوة للمظاهرة في الخرطوم، يعود إلينا مرة أخرى مراسلنا تيجاني خضر. تيجاني، أتمنى أن تكون قد تسمعني الآن. موكب معاش الناس، هل يضم لجان المقاومة فقط أم أنه يضم مختلف التنظيمات الطلابية والنقابية والعمالية في السودان التي تعيش حالة غليان وتقوم بإضرابات واحتجاجات منذ فترة طويلة؟ نعم سهام، موكب اليوم هو خاص بلجان المقاومة، هي التي دعت لهذا الموكب، ومن يخرجون الآن في هذه الأيام هي لجان المقاومة، وليست كل اللجان، بعض اللجان ربما توقفت عن الخروج في هذه المواكب وظلت لجان أخرى تعمل في الميدان رافضة حتى التسوية السياسية الجارية الآن بين المختلف القوى السياسية عبر الورش والتي تختتم اليوم في قاعة الصداقة في وسط الخرطوم. المتظاهرون اليوم يطالبون ويجددون مطلبهم بخروج العسكريين من السلطة تماما وعودتهم إلى السكنات، كما يطالبون بدولة مدنية يقولون أنهم يريدونها خالصة لا دخل للمؤسسات العسكرية والأمنية بها، ويطالبون أيضا بتحسين الوضع الاقتصادي المتردي، ويعتبرون أن وزارة المالية تتجه بشكل مباشر إلى جيب المواطن لسداد العجز في الموازنات ولعجزها في إيجاد بدائل لدخل الناتج القومي أو تخصيص ميزانية مناسبة. هذه الأمور كلها جعلت الوضع في السودان مزري جدا، حيث أن المدارس قد توقفت قبل بداية فترة الامتحانات الأولى بقرار من وزارة التعليم لمدة 15 يوما، إضافة إلى احتجاجات من نواب الأخصائيين من الأطباء وطلاب الجامعات بسبب الرسوم الدراسية المفروضة. كل هذه الأوضاع تتردد لها شعارات في الشارع الآن مطالبين بتغيير جذري في وضع البلد يا سهام. سنعود لك مرة جديدة مراسلنا تيجاني خضر لمعرفة تفاصيل هذه المظاهرة التي كما قلت تقودها لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم. شكرا.